السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الفيديو راح يكون عن من سلسلة رمضان الحلقة الثالثة، وهي روتين العائلة اليوم لرمضان أو يوميات العائلة في رمضان. ويلا نبدأ. في الساعة الثانية ظهرا الساعة الثانية الآن سنان مز فرتدي سأرتدي هذا سأستيقظ أطفال أهلا أيمي عزيزتي استيقظي هي حسن يا أم الآن سوف أستيقظ إنها الساعة الثانية ظهرا. جون هيستيقظ هي بسرعة استيقظ حسنا يا أمي لازم استيقظ حسنا نستيقظ الأطفال سوف ما سوف أفعل حسنا سوف أغسل هذه الأطباق بعد مرور ساعة. وأهلا أهلا يا مايكل أهلا أبي كيف حالكم بخير وأنت؟ أنا أيضا أنا سوف أذهب لأخذ دي قيلولة إنني متعب جدا من العمل حسنا اذهب. تمام العمل متعب ومرهق جدا. أمي مالك عزيزتي ما رأيك اليوم أن تفعلي كعكة؟ أرجوكي فعلي أنا كعكة حسنا عزيزتي ولك إذا ساعدتيني سوف أفعلها حسنا يا أمي هيا تعالي بين أنكين نعد الإفطار حسنا سوف اليوم نفعل التوست وسوف نفعل بيتزا وأيضا بالطبع الشوربة ياي حسنا وبعد سوف نعد الكعكة ليس كذلك؟ أو أجل حسنا هيا اذهبي واحضري البيتزا حسنا يا أمي حسنا ها هي طيها في طبق حسنا والآن بقي لنا فقط الشربة لتطهو بعدها سوف نفعل الكعكة هي جميل أمي أريد أن أقول لك شيئا بالطبع يا عزيزتي لقد اشتقت كثيرا لصديقتي كارلا وأنا حقا أريد أن نذهب إليها حسنا يمكنك الذهاب إليها حقا أجل يا عزيزتي هيا اذهبي إليها حسنا يا أمي يس أخيرا إلى أين تذهبين؟ سوف أذهب لصديقتي ماذا ولكن أمي لم تسمح لي أن أذهب لصديقي صديقتي كارا لم أراها منذ وقت طويل منذ أن انتهت الدراسة وأنت لقد رأيت أصدقاء تقريبا قبل بضعة أيام حسنا يس أخيرا سوف أقابلك اشتقت إليه كثيرا حسنا ها هو منزله سوف أطرق الباب الآن من يطرق يا ترى أهلا أيمي أهلا يا خالة هل يمكنني مقابلة كارلا أجل بطبع أنها تلعب في الحديقة الخلفية تعالي معي حسنا ماذا تريد أن تحبي أن أقدم لك أنا صائمة أجل قد نسيتها حسنا سوف أذهب إليها الآن مرحبا كارلا أهلا أيمي كيف حالك اشتقت لك كثيرا وأنا أيضا حقا من أيام المدرسة لم أراك أجل هدت لي أيام المدرسة يا إلهي حسنا الآن مركي أن نلعب حسنا هيا بينا نلعب ياي بعد مرور 10 دقائق اسمع أيمي أنا سوف أذهب لأحضر جميتي والعابي حسنا إذا أردت تلعب بجح ألعب بها حسنا شكرا لك كثيرا عفوا ولكن للأسف أن أيمي لم تستطع السيطرة على نفسها وسقطت على يدها سقطت على يدي إنها تؤلمني جدا كارلا ساعديني ماذا هناك يا إيمي يدي إنها تؤلمني كثيرا ماذا حصل لها لقد سقطت من ارتفاع عالي جدا يا إلهي خاف أن تكون قد انكسرت
ماذا؟ نعم أخاف أن تكون قد انكسرت. لا 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 تقلق، بلا أمري، الارتفاع هنا عالي جدا، نأخذك بسرعة المستشفى أنا وأمي. حسنا ولك يدي، حقا لا أشعر بها جدا مؤلمني. حسنا هي تعالي بسرعة. أمي أمي ماذا هناك عزيزتي؟ أخفتيني أمي، إن إيمي سقطت على يدها من ارتفاع عالي جدا، أخاف أن تكون قد انكسرت. هيا نأخذها للمشفى إذا. هي تعالي يا عزيزتي بسرعة. وأهلا أنا سيدتي، ماذا هناك؟ هذه الفتاة سقطت على يدها من ارتفاع عالي تقريبا متران، ونحن نعتقد أن يدها كسرت أو شيء كهذا، فهل يمكنك أن تفحصها؟ حسنا بالطبع سوف نرسلها لغرفة الأشعة، وسوف نأتي لك الطبيب الآن. حسنا أيتها الطبيب ماري، أرجوك ارسلي هذه الفتاة إلى غرفة الأشعة، يعتقد أن يدها كسرت. حسنا بالطبع تعالي معي فتاة، أنت بإمكانك الانتظار في الانتظار هناك. حسنا معذرة. حسنا سوف ننتظرها الآن هناك إذا. أنا خائفة جدا، لا تقلقي عزيزتي مع الطبيبة، لا لا تخافي من شيء. حسنا وسوف نتصل بوالديك. حسنا هيا تعالي معي. لا تخافي يا صغيرتي، هي ورتجعك لم تكن مخيفة حقا. تعالي خصوصا نفحص يدك، لا يلمك الشيء حقا، أصبحت كي تؤلمي كثيرا. حسنا لنرى الإذن. حسنا سأخذ ضغط الدجاج عليها. لديك كسر خفيف جدا. إلهي لا تخافي إنه خفيف جدا. حسنا الآن فقط سوف أوريه للطبيب وتفيض عليك فقط الجبس وفقط، إن شاء الله شاب سيكون كل شيء على مريم. حسنا شكرا لك. العفو. يا إلهي صدق هذه. حسنا شكرا لأخبارنا يا سيدة كارلا. يا أم كارلا أقصد. يا إلهي أقول لمايكل بسرعة. مايكل هيا استيقظ بسرعة، ماذا هناك؟ ماذا يحدث؟ بسرعة قوم، يقولون ابنتك كسرت يدها. ماذا؟ كيف هذا يمكن يحصل؟ يقولون انها كانت تتأرجح وبات سقط مرجحة وكسرت يدها في المستشفى. يا لحس بسرعة ارتدي اي شيء والحقني بسرعة. حسن هيا بنا بسرعة. انا خايف جدا يا مالك، انها فتاة قوية. قد وصلنا في المشفى. مرحبا يا أم كارلا، أين هي إيمي الآن؟ إنها هنا في غرفة الطبيب، يضعون لها الجبس والدواء وهذه الأشياء. هل يمكن الدخول؟ أجل بالطبع أظنه يمكنك الدخول. حسنا شكرا لك كثيرا لاهتمامك بابنتي. لا بأس، أنا مثل ابنتي. حسنا شكرا لك كثيرا. هي تعالي ندخل. أهلا أيها الطبيب. أهلا بكم، هل هذه ابنتكم؟ أجل في الحقيقة الحمد لله لديها كسر خفيف فقط، لكن يجب عليكم الاهتمام بها كثيرا. وضعت لها الجبس تقريبا شهر واحد، سيكون كل شيء بخير. حسنا شكرا لك كثيرا. العفو. أمي يعني إذا جاء العيد أكون يدي هكذا؟ لا عليك، إنه حتى أقل من شهر، 3 أسابيع هكذا، ويمكنك أن تأتي إلينا لنشيل عنك هذا الجبس. حسنا. وأيضا نسيت، أخذ هذا الدواء يساعد في ترميم العظام أكثر. شكرا لك أيها الطبيب كثيرا. العفو، أشكر على واجب. حسنا الآن لنخرج. حسبي يا أمي يا أبي، لأني أخفتكم. يا عزيزتي لبس ليس ذنبك. حسنا شكرا لك كثيرا للمرة الثانية أم كارلا. لا عليك، لا شكرا على واجب. أجل شكرا لك يا. العفو. حسنا الآن نحن سنعود للبيت، لأن باقي تقريبا 5 دقائق وهي أذان المغرب، لذلك نحن سنذهب الآن. جميلة نفس أيضا سنذهب الآن. حسنا هي للسيارة. جون أيضا لقد كان خائفا عليك كثيرا حقا. أجل نحن سنذهب إليه وندخل هنا. من جيد أنا مشوى قريبة جدا من منزل. أجل جون تعال.
اهلا اهلا ايمي، هل انت بخير؟ اجل شكرا يا جون لك على سؤالك. عفوا، انت اختي حسنا. طيب وقك هنا يا عزيزتي كي تنسي. كم قال لك انت اكلي؟ قال لي يوم، يعني اكله مره لكل يومين. حسنا، يعني يوم لا ويوم ايوه. اجل حسنا، هي الان سوف اذهب، نذهب ونفطر هذا المغرب. واجنك محقه. حسنا هي من نذهب ونفطر. وهكذا تكون انتهت الحلقة الثالثة من سلسلة رمضان. لقد كان روتيننا اليومي عادي، ولكن حببت أن أضيف له بعض الأشياء مثل كسر يد أيمي، ولكن روتينهم عادي جدا. وفقط باي.